مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع في حلقه جديده من بيت الداء والدواء على قناه تي في صوت العرب من كندا. في حلقتنا هاي سنتكلم عن المخللات وفوائدها. نعم، المخللات، كلمه مخلل او طريقه التخليل هي طريقه قديمه لحفظ الاطعمه واستخدامها بعد فتره طويله. طبعا الناس بيستخدموا بالتخليل بعدة طرق، منهم من يضع الخل، ومنهم بس من يضع الملح، محلول ملحي يعني ماء وملح، وهذه طبعا بتزيد كمية البكتيريا المفيدة في الجسم. احنا عملنا عدة حلقات عن البكتيريا الموجودة بالأمعاء وأهميتها في الجسم، وخاصة على الجهاز المناعة وجهاز الهضمي بشكل عام. هذا طبعا وجود المخللات هي إضافة مهمة جدا في غذائنا الصحي اليومي، ولكن قد يكون لها مضار وإلها منافع كثيرة. اليوم حنتعلم أكثر عن هذه الشغلة. طبعا أهم المخللات الموجودة هي مخلل الخيار، وهذا يعني الكوكمبر، اللي هو معروف بشكل عام في كل دول العالم، ومنها بالذات دول بلاد الشام مخلل الخيار. في بعض الدول بتسوي مخلل الكرافس أو الملفوف، اللي هو كمبوتشا، أو مش كمبوتشا اسمه، عند الكوريين مشهور كتير، نسيت اسمه، لكن هذا المخلل من الملفوف وهو أكثر من رائع، أفضل من مخلل الخيار للجسد. خلينا نتكلم شوي عن الفوائد. الفوائد مهمة جدا للصحة وعديدة وغنية في الفيتامينات، منها فيتامين كي، فيتامين اي اللي هي مهمة جدا للجسم، واللي حكينا عنها في حلقات ماضية انها تذاب او تذوب في المواد الدهنية، عشان هيك تحتاج الى دهون لامتصاصها. هذه المخللات بتكون عادة منخفضة السعرات الحرارية، وفي نفس الوقت تحتوي على بكتيريا مفيدة، فهي فيها فيتامينات قليلة السعرات الحرارية، وفيها البكتيريا المخمرة اللي هي مهمة جدا للبكتيريا النافعة اللي موجودة في الأمعاء واللي بتأثر كتير على مناعتنا بشكل عام. طبعا هناك أشخاص ممنوع عنهم يأكلوا المخللات، مثل الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم، في ناس عندهم مشاكل في صحة القلب والأوعية الدموية، يجب عليهم تجنب أكل المخللات بشكل عام لأنها غنية في الأملاح. الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى وما في عندهم تصريف في الأملاح، بيصير عندهم زي نفخان أو تخطر في المياه بكميات كبيرة في الأرجل، تلاقي عندهم الرجل انتفخت، هذول الأشخاص ممنوع عليهم الموالح، وخاصة ما نراه في المخللات. طبعا أهم شيء اللي هو كيفية تصنيع المخللات، عادة زي ما حكينا يا إما ماء وملح، يا إما ناس بحطوا بعض الخل في هذا المحلول، وبالتالي هذا بيؤدي إلى تكون البكتيريا، وبتصير الخيارة بدل ما هي كانت قاسية بتصير طرية وسهل أكلها، وتعتبر هذه العملية إنتاج طبيعي للبروبيوتكس اللي بتحمي الميكروبات اللي موجودة أو البكتيريا الموجودة في الجسم، وتدعو لنمو البكتيريا الصحيحة أو صحية في الأمعاء. طبعا هذه الملايين البكتيريا بتساعد على الهضم في الجسم، تمنع العدوى البكتيريا السيئة، وبتساعد على ليونة الأمعاء، وبالتالي الناس اللي عندهم إمساك بتساعد على تسهيل الأمعاء، بتعالج أيضا مشاكل المعدة المزمنة ومرض كرون، من أهي من الأمراض اللي بصير عند ناس كتير. المخللات مهمة وبتساعد في علاجه، طبعا هو صعب جدا علاجه ولكن بتساعد على العلاج. طيب عن المخللات أيضا بتساعد على تحسين الهضم ومنع مشاكل الجهاز الهضمي بشكل عام. خلينا نحكي بعض الشغلات المفيدة بالبروبيوتك الموجود. احنا حكينا في ناس كتير لازم يأكلوا بروبيوتكس عشان يقووا الخلايا أو البكتيريا الموجودة في الأمعاء. طبعا هاي بتقلل أعراض الاكتئاب والقلق، يعني أكل هذه المخللات والبروبيوتك بالذات
بقلل من أعراض الاكتئاب والقلق. علاج لالتهابات اللثة، يا جماعة التهابات اللثة هاي أخطر الالتهابات. أسنانك ممكن تكون كويسة، ولكن اللثة اللي هي موجود فيها الأسنان إذا صار فيها مشاكل الأسنان ستقع، وبالتالي أنت يعني حفاظك على الأسنان بدون حفاظك على اللثة قطامة كبرى. يعني اللثة هذه هي القاعدة الأساسية لأسنانك، وبالتالي يجب المحافظة عليها. فيتامين سي والمخللات. طبعا مرض السكري مهم جدا أنهم يأخذوا إذا ما عندهم أي مشاكل أو قلب أو كلى أو حكينا ضغط، ممكن يأخذوها لأنها بتخفف من السكر أو الأنسولين أو السكر في الدم، وبالتالي بقل إفراز الأنسولين. منع أو علاج للتحسس، أنا ما بحب أحكي كلمة علاج لكنه بيخفف من مشاكل الحساسية، وبالتالي بوجود هاي البكتيريا، لأنه هذا جهاز مناعة بتقلل أيضا من الالتهابات بشكل عام، وخاصة التهابات المسالك البولية بتقلل من أخطار الإصابة ببعض السرطانات ومنها سرطان القولون. طبعا برضو هي بتعمل توازن في المعادن في الجسم، لأنه هي فيها نسبة عالية من الصوديوم، أيضا بتسبب نسبة عالية من الإلكترولايت من الناحية النظرية، وهذه موجودة أكثر شيء في عصير المخلل. في عصير المخلل برضو لا تكبوه، ممكن تستخدموه في علاج الأشخاص اللي بيعانوا من الحمى والقيء واللي بيعانوا من الجفاف، بتساعدهم أيضا في شرب هذه المادة السائلة. علاج تقلصات العضلات مهم جدا، تشنجات العضلات اللي بتصير، لأنه بتساعد وجود المغنيسيوم أيضا في بعض هذه المخللات. ضبط سكر الدم زي ما حكينا، لأنه الخل موجود في هذه المخللات، فنسبة الجلوكوز في الدم تنزل إلى أقل من مستوى الطبيعي، وبالدم وبالتالي منع الشعور بالجوع الشديد ومنع ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم. وأيضا وهذا مهم جدا، هي مضادة للأكسدة. دائما نسمع هاي الكلمة، كثير من الأدوية والأكل مضاد للأكسدة، وتحوي المخللات على مضادات الأكسدة بشكل كبير جدا جدا جدا. طبعا الجذور الحرة أو الفري راديكالز الموجودة في الجسم هي مواد كيميائية تلعب في الجسم وبتعمل على مشاكل كثيرة في الجسم. فالفري راديكالز هاي أو الجذور الحرة ممكن تسبب مشاكل كثيرة، منها السرطانات، أمراض قلب، أمراض مزمنة أخرى، وبالتالي والشيخوخة أيضا. وبالتالي أكل هذه المخللات يساعد على مضاد لهذه المواد المؤكسدة أو الفري راديكالز، وبالتالي يساعد على منع أمراض القلب، منع السرطانات، منع الأمراض المزمنة، ومحاربة الشيخوخة. هذه أهم 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 الفوائد للمخللات. وطبعا صناعة المخللات سهلة جدا، كثير من السيدات والنساء بقوموا بتصنيع المخللات في المنزل. زي ما حكينا أهم شيء ما تستخدم المواد الكيماوية في المخللات، وبالتالي جسمك بهضمها بشكل طبيعي. الخضار والفلفل، الخيار والفلفل والكرومب أو الملفوف، هي أهم الأشياء اللي ممكن استخدامها للمخللات. اليوم كنا معكم في حلقة سريعة جدا، ولكن حلقة مهمة، لأنه فعلا هذه المخللات فيها كثير مواد مهمة. ما بدي أطول عليكم، وزي ما بيحكوا لت وعجن، فخليكم وتذكروا أنه صحتك في صحنك. سلام للجميع. We'll be right back.